هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين كون المسجد قد بني أولا ثم دفن فيه أحد وبين القبر هو الأول؟ ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا كان المسجد هو الأول ودفن فيه الميت فإن الميت ينبش ويدفن مع المقابر، أما إذا كان الأول هو القبر وبني عليه المسجد أخيرا فإن المسجد يهدم. نعم.